بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وناكسن داوضي اللمان تيم با كنا سوى دوادة برامج كيعود كجالية دا كندا عدوغا براتين حلية دا نوكالي إنو إذن كغي ما دو استوديوها تلفيشن كقران كصوماليا وكلية هاي مقالة دان تورونتو يدالك كندا وحانا برامج كهالكا إذن كغسو قد بنايا عنيقو أمحدين جامع برامج كنا تدوات كان داوضي الوحاين كسو قادن إنا يدو لقجرة بش الربيع الأول وكو بيغن دلشة النبي محمد نبت قليو إينا حريسي كوركيسة الله يلي أي دمان دوني دا إسلام كان لغا سمي احتفال كاسي مقالة دان تورونتو أي وحا يدنا لغو قبتي احتفال لغو وينين إيا معلن تار لشة النبي محمد نبت قليو إينا حريسي كوركيسة هاي آتي و أي سوء أبابولين جالية دا صومالية دا برا و أي كل قان مقالة دان تورونتو هذا بدا وضايا الحفلة داسي احتفال كان نبي محمد نبت قليو إينا حريسي كوركيسة الله يلي لغو قبتي مقالة دان تورونتو أي نسوء قبان قابيين جالية دا صومالية دا برا و سيدي حفلة داسي ودع داي داو شوعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمدينة نور المكان. والمدينة نور المكان. والمدينة نور المكان. والمدينة دعي أو لا صوت دعي وحريه ودمبي أو نور المكان. والمدينة نور المكان. والمدينة صوت دعي أو لا صوت دعي وحريه ودمبي أو نور المكان. والمدينة والمدينة دقوانا تشو قلب الدير شو قيسي قدو ويكو فارتو نور المكان. والمدينة نور المكان. والمدينة
دينا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة بسلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة نو صدقي اول صدري وحري ودمبي نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة دتونا شو قلبي دير شو جسيتو ويكون فرت نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة داي وضح رسول تاودي ابن سي نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة داي وضح رسول تاودي ابن سي نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة أنت إكثر وغالب أنت مصباح صدور نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة أنت إكثر وغالب أنت مصباح صدور نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة نور المكة والمدينة والمدينة نبي محمد والمدينة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك يا سيدي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك سيدي سلام عليك سندي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك يا سيدي يا نبي يا إمام الحرم يا نبي يا إمام الحرم سيدي يا إمام الحرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحديث العلو الأمم ولن يليق رسول الله جاهك بتجلى الكريم باسم منتقم فإنا من جودك دنيا والله يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم سواك عند الحديث العلو الأمام يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم يا نبي يا إمام الحرم سيدي يا إمام الحرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحديث العلو الأمام ولن يليق رسول الله جاهك بتجلى الكريم باسم منتقم فإنا من جودك الدنيا والله رأتها يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم فإنا
من جودك دنيا وضارتها يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين يا نبي يا إمام الحرمين سيدي يا إمام الحرمين يا ربي وجه الرجاء غير منعكسين واجعل لديك حساب غير منحزمين ولا آل واصحاب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مرنحت عذابات البانير أصابا يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم وجل لديك حساب غير منحازم يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم والآل واصحاب ثم تابعين لهم يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم يا نبي يا إمام الحرم سيدي يا إمام الحرم شوخل الحبيب النبي شوخل الحبيب النبي شوخل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي النبي انتم ممن بيري فاطمة يا هو تراك هما روح يا منا نمزما وانتو امبيرنا نوما شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي النبي انتم من بيري فاطمة يا هتراك هما روح يا منا نمزما وانتو امبيرنا نوما شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي ثم من بيري فاطمة يا هتراك هما روح يا منا نمزما وانتو امبيرنا نوما شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي النبي جبريل وكوكو سيمو ونمبو تعزي كمو ملايك لمو كرمو إبراهيم ونا أدمو شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي طه يا طبيب النبي عندك رنجا دينيو ورنجل أمتيو ناوي كلك نفسيو تمشي مما غنيو شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي
النبي طه يا طبيب النبي توسلني مصطفى محمد المشرفة نين يداوى الشفا كأو حياتنا كفا أشق للحبيب النبي حبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي توسلني مصطفى محمد المشرفة نين يداوى الشفا كأو حياتنا كفا شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي جبريل وكوكو زيمو ونبو تعزي كامو ملائكة كلامو إبراهيم ونا أدامو شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي تم مختاري قمري يا أودي يا أودي قري جوهري قريش ابن المضاري كويتك لا فقري شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي مياه بيرنا واحدي مسكو يمتمي حميدي كظاهرني شاهدي توسلني مجيدي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي كرك وفاتكم بكام تم أمبلا إنك نوما يتنطى مشاكا كأواتك ذلك شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي والتانو مشو أحمدي أبو يا منزيز مردي وستة شهر المددي كاتك في روم حمدي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي مزيكم نبيري جماتا تجو فاديري ملي لك كاميري أمري يا مجا عديري شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي نما جبريل تشكيلا تم حريتي مبيرا جهاد يا رسول الله أمري يا مجاخت ولا شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طبيب النبي ملايكة إلي حدي إلي كم تومي طاهري ستي جمتو شوم سافري أيوني موتو طاهري شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طبيب النبي ذرى مدينة قباي بامونا دينا قبري مسكينة طيبو عرفوي فوزا بيتو جيراني شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي طه يا طبيب النبي وكم الدين دائم دور أبا الله قاسم مسكونا مدي دائم حكوات ما كريم شوق للحبيب النبي شوق للحبيب النبي
شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي شغل الحبيب النبي طه يا طبيب النبي طه يا طبيب النبي طه يا طبيب النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا والنور أبصارنا وبصائرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله سبحانه وتعالى يا مهدسك له ونوكل ميي مناسبة آد إياد وقيمة بدن أو أه عيد إسلام كا ميل كستو أي جوغان هدي أي دولت يهين هدي أي كوميونيتي رور حبا أميل أسكو ما أي ورد دقيهين هدي أي سدين وقال وقال دارسين ميل ما أركتي مجتمع أو ما أركتي مليونات أو انتاسو ما أركتي مليون أو ما ودا كفار هون إيمان يمن لو أركن لكن مد مد أو إله سبحانه وتعالى نقول حضري intaan israad sinno aan ku kulno taadhim oo rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam aan suugin mid ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa nawaafajiyay waana fursad aad iyo aad u qaali ah lama og in sanadka dam la gaar doono mawlidkan mawlidkiisa inaan isku iman doon lama yaqaano marka insha Allah qofkii u yimid ma aragtay asoo og darajada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam إن أي تهي مد أنا يلسفين كان حتى عارفين أنت مد كمدا إمام بوسري وتويري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يقول دتك علم جودة كأو حل دير أما ماش أو حل دير أما ما أركتي أو جاركرا وأنه بشر إنه يهرت بشر وأنا هون إلى سبحانه وتعالى يقول لي قل إنما أنا بشر مثلكم marka dad ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankooda ma aragtay oo si qaldan ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay aqeedadooda oo faasidada ah u fahmay annahu basharun takaliba lagu dhigaalir marka baa lagu dhigay waa bashar adigoo kala laakin aayada qaybteeda dam ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala innama ana basharun mithlukum ehe yuha ilay adima lagu waxyood waaye asoo kala adigoo kala waaye رسول كان صلى الله عليه وسلم مر كمان انت دش واعيد قصائد كان لو قاد وها كمدها او شيخ اولها ميلاده عيد لنا وهو ذكرنا يجدد شوق الواله المتطلع ويرمك شيخ عبد الرحمن زيلعي وهو يري دلشيد رسول كان واعيدين ويرمؤمنين انت مجده وان كيت كان اخر او ان رجين ان كل يبان ان كبحثنوا كليا الا قف حديث واخا كيتسن او بخار اما 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 مقاسين اما ama waxa duus meel dhigina account walaa ku shuban si uu baxsanay maanta dhibaato timaada maanta sheekada halaawdo ay abaara dhaacdo dhibaato ay timaada si lagu baxsanay marse ku baxsanay waaye wixii lagu baxsaday account ku u jira Soomaan wuxuu yiri wahuwa dhukruna wiir marka waana wuxuu yiri waakeedka inuu wiir aakhira yujaddidu shawqal walihi almut ki jaalka rasuul ku jiray haba yaraade oo ku jiray ku sugnaa marka uu la kulmay meeshaas oo kala markuu yimaado jaceel iyo wuxuu ka sii qaaray maartay iyo liban هذا كيم الملك على لغاستن محاوية
إلهي توسي وحكا نديك الملان وقليل بقزي غاضايا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحيو كل آيات كان كفر فرنو مركا إنا أرسلناك أذيك وقدر نبي الله محمد وقدرني يا أيها النبي بل في رهورة تشريفك إلهي سبحانه وإن أنت أن لينهاي تعظيم وفرنا أن لينهاي إلهي سبحانه وتعالى في قرآنك كلماتك ورسولك كل خطابه إن يا أيها النبي مرنبا كأرك ميس قرآنك كريمك رسولك صلى الله عليه وسلم مجي إيسو السلاة ومارتي مرن إلهي أغير ماركيسد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول مركزت يا أيها الرسول لكن أنبيذك نبي آلك سوى بالله إلى النبي كستا إلهي مقعود أغير قرآنك وانا أنبي وانا رسول أو كرامة إيو شرف من الوغارن نبي آدن هدام بالمتك سوى بالله وحال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا أيها النبي إيو يا أيها الرسول من المدين يا آدم اسكن يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة نبي الله مارتي نوح يا نوح إنه ليس من أهلك نبي الله هود يا هود ما جئتنا ببينة نبي الله صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوة قبل هذا نبي الله موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس بالرسالة وبكلامي نبي إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا نبي الله داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض نبي الله عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافيك إلى ومطهرك نبي كسا مك عيسى إلهي سبحانه ويري القرآن كين كريم كويالا لكن رسول كين مركزتا وح رسالة موجناية يا أيها النبي يا أيها الرسول أما وح كالو رسالة كتصا سيدا بالمثل يا ماركتي ماركتي أو ماركتي يا أيها المزمل يا أيها المدثر مدولبا أما هدي القرآن كأركتي محمد شيخ محو وذاتك المحو ليه قرآن محمد وكبه وذاتر هذا بل فيري محمد رسول الله رسالة مركزة إلهي وقرأة سبحانه وتعالى محمد رسول الله أما وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما حد عي ما حي لي ما حاس ما حكيني النبي كسر أو رسول كان صلى الله عليه وسلم كهر رجي أو كسر بالله آدم إلى النبي نبي عيسى أو إلى الرسول كين لكن سوى قار النبي كسر كهر رجي ما ها إله أولي هاي يا مارتي وما عيسى إله ويره لكن رسول كين إن مر نبي إله ويره ما حكيني وحكيني لو تصايا مؤمنين تلو تصايا مخلوق لو تصايا إنه يهاي أشرف الخلق وبالإطلاق إنه يهاي بلغت سيد رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي قرآن كوحو كليه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أم بيدي إن مد بمد لغا فضلي إلهي سبحانه وشيقا رسولك وحو أفضل الخلق إنتو إلهي أبغره حتى الملائكة وكفضل من رسولك صلى الله عليه وسلم رسول نواوها إرسال دوضو تشريفه لكن تن مارتي جن إنسيه واتين وتكليف لكن مد ملائكته رسول وهوها لكن إرسال كاس إرسال التشريف بالإرادة ومأهن مد تكليف أمأهن مركا رسول كان أساس الله عليه وسلم حقوق إري حديث إله ونشيق عايده كله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض رسول كان وحير صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بستة وير بستين وير رسول وحالي يفضل وير أنبياء لح حالدود ونوتر رسول صلى الله عليه وسلم وتت جوامع الكلمة ما أركتي نصرت بالرعب إيه ما أركتي أوتيت جوامع الكلم جوامع أوتيت جوامع الكلم بالإسير وحال إسيري كلمات لو يقان جوامع الكلم لو يقان محيط جوامع الكلم كبركة علماء ده حكوا قيحان كتعريفيان الإيجاز باللفظ والبسط في المعنى بالإرادة ما أرد كلمات أو مركي لفظ ألفات هان لفيرين آت وير لكن معنى هذا أن لكوا بكرن وحديث وقارتين قار باب الليرة هذا ما أردت ربع القرآن باب الليرة الليرة هذا سوما حديث يربط أركيس كلمات مركز وحال ولي هاي قرآن كربع ما أردت قرآن ربع ما أردت علم إنه يهاي ربع القرآن ما أردت وحال ربع العلم إسلام الإله إنه يهاي باب ما أردت حديث كتا الله سادر تد مركا لحد شيء الرسول كوتري هدان أربك مرنو حاك مدها بالمثل جوامع الكلم كاسا كمدها وحوير نصرته بالرعب كفارتي قال الرسول كالدقالة صلى الله عليه وسلم مركي أسي صحابيس
أي مال فوق أي كأركان بقلوب تظهر لوريدا أبسا أن ما أرد لكوب كرن لا نحمل كرن مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول يا جرجر يا نصر ما شاء وكلا كل ما وحاك لو رسولك صلى الله عليه وسلم وما شكو شيء إن أو ما أركتي ما أركتي إنه أها إلهي أنتو أبوري نن ما أرد إن لو صدري مجدا إنه رسول وها إلى الخلق كافة إنه أها رسولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي الله محمد كما أنذرن إلى إن أتى رحمة وما أرد أدونك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مركا إله سبحانه وتعالى أي رسولك صلى الله عليه وسلم ويني أو تعظيمي أو شرفي وإنك لعلى خلق عظيم آيتك الوحي كليها وإنك نبي محمد لعلى خلق عظيم أما خلق أما خلق لما قراءتان وما أرت متواتر لما دأيهن وما أرت سبيتان قراءتان سبيتان وحوى وإنك لعلى خلق عظيم وهاد قصة وانت نبي محمد دبع وين مجد كركد أياد هاتي مركا وحوى إلهي سبحانه وتعالى أي رسولك وينيي أسا تعظيمي صحابيسا وينيسي وأمانين وانا ما أرتي تعظيميا وانا ما أرتي نصر نصر أن إلا إيو النظم أنت بويكو أمانين مركا وحان أفدنا أو مركا ملكاس إن أن ما أرتي تعظيمك رسولك صلى الله عليه وسلم أن رسول حسوسنه وأن وينينه قسائدك وصلواتك رسولك إيو ما أرتي قفك رسولك مركو صليا إلهي تونجرك صليا سبحانه وتعالى مرك مر والبوت صلى رسولك قد مغش مجي مجيس رسولك قد مغشنا وحلا جرب إن ترى رسولنا كوسال سد وكيف فيك سوسال سد به إن رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد إن ترى لو كوسال سد أما كيف فيك لوده لكن إن كوسال سد وحلا جربا هديك الواحد نغني سبخيل وهرسولك صلى الله عليه وسلم وكوف سري أوير وحواي من ذكرت عنده فلم يصلي علي بخيل وحواي أوير مد أنتو صلى جيج مغلا أما جيج أنتو مغلا ما جيج أنتو مغلا اسم كيج oo nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam laga sheekeyaa oo aqtiis lagu sheega lagu xusa oo maqla usin weynin oo usin ku salan waa bakhil kaas marka mana rabna ina sifaadka aan yeelano maalinta qiyaamana waxa waaye shafaacadiis waxa lagu heela oo maayatullah iyo baayatu rasuul wuu helaaya xubagiisa nin hadaan hadiid in soo qaado maartay ansaarta kamid ah baa hal yiri rasuulku horfadhiista leeyahay sallallahu alayhi wasallam markaas aad iyo aad indhaha ugu muday aad iyo aad u fiirinaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam asagu wali meel kale aan fiirineyn marka rasuul ku yirsa maxuu yirniyo maxaa dhaawir ma taa yirniiso meel kas ila maad baad deeyne oo saad soo le si wax u jira weer marka rasuulku markaas uu rasuulka ilaahay wuxuu yiri waxa uu soo dhaadu inaan dhimanaayo adduunka inaan ka tagaay ay uu soo dhaaday oo adna rasuulka ilaahay adiga tagaysay maxay ilaahay quraanka wuxuu ku yiri innaka mayitu wa innahum mayitun ku kunna ab rasuulka ilaahay oo kufaarta adaawadaad la fadhiya mujida adaw horta waad imanaysaa ayaga ma imanayaan marka wuxuu yiri hatta hadii aan janno galo wiiro darajadaala oo fil janna ah iyo teede isku meel ma noqon marna isku ma dhawaan karaan wiiro marka amaan ku arki waaya rasuul ilaahay ti taasanka walwalkaas ugu dhasho wiiro saasa marka waxaan say rasuul ilaahay ama is waaysan rasuulka arki waaysa taas markaasa waxa la yiri waxa soo degay aaydan oo dhahays oo mar walba salaad aan tukunina ku tukunina aad maqasheen oo aad aragteen qof kasta muumin akhrinaya suuratu faatiha ku jirta maxaa la yiraahdaa waxa waaye ma aragtay ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim an'amta alayhim tala sheega waxa waaye waa ku ilaahay aayad kale marka suurta nisa oo ku sheego mujida waxa waaye ii sheeg aayad bilaawgeed ma aragtay ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك الرفيقا ومن يطع الله قف الرسول قطعه قف ومن يطع قف الله قطعه سبحانه وتعالى والرسول رسولك قطعه فاولئك من كاس وحو نغنايا من فاولئك الذين فاولئك مع الذين هو معود هانايا ان ام الله اله انما ومن النبيين الانبياء كما ذا والشهداء شهداء او امارته سيدنا حمزه رضي الله عنه يا سيد الشهداء ولمده سيد او هغاميود اه ايا مارته ما اود نغنايا او اهانايا والصالحين والشهداء يا شهداء يا والصالحين صالحين تي او مؤمنين تي سو سوبنو دن اي كو جيران ضمانتين الله وحن كرجين انو قدرو بحب النبي صلى الله عليه وسلم او ان افدنو هلكا ان كو كلوني marka wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa markaas halir aaydan ayaa soo degtay
وحاك له حديث كلا وحاجر أسنا ودهايا المرء مع من أحب ورسول صلى الله عليه وسلم ليه وفكو هانايا وفكو جعليهاي معيسا يوهانايا مرك دي تا أجرته أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو معيته الوهلايا مرك وحواي وحك وين أكشرف بدن بس هو إيمان لها مياجرة أبيادها دنروق هذا وحاكمدها هو النعمة الكبرى هو الرحمة التي تجلى بها الرحمن للخلق أجمعي أو أسل الشيء عبد الرحمن زيلعي أو هاد ما أرتي قصيدس عيني ذلوي قانا أو شريف كواحنو ما أرتي هذا بركة قارب أبيات قارك مدى نوق هذي وتوي هو الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة الكبرى نعمة دياد وين هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة رحمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم التي رحمة سو تجلى إله صوبيا بها الرحمة داس للخلق خلق أجمعي لمان ما أرتي وتي هاد نوق هذي مركب وحواي أيها الإخوة والأخوات حدانا ورك مارتي أنا بدن أن سو كوبو مناسبة مناسبة آدي آدوين أنا قيمة بدن قيمة هذا رنتي أن سو كوبو كرن لنا قياس كرن حدي لي الرسول صلى الله عليه وسلم لور أسبوع سو سو أدي هالكالة فدي معجزات كيسكلي هالكالة دي رادم أدي لي رادم سو كوبو كرن حدي لي رادم آرتي محبة اسم الله سو كوبو كرن حدان هل مارتي تعظيم كرسول صلى الله عليه وسلم إجلال كيس هل كلمة أنكو دارو أنكو سوكو ومارتي ووركي إمام مالك وحو أحابالي رمركو حديث أخرنا إمام دار الهجرة مغشين وإلان دار الهجرة وحالو يغانا سوما مدينة إمام كي أدركتين و إمام مالك وعالم كأها إمام كين إمام شافعي شيخيس أها وأد مغشين قيميس وشرفتيس مركي وحالي رح حديث أخرنا انتو آد يا سوق روحي عليه وسو الله بستو سو عرفيه وفي ديزن جرالي مركز وقال جرى حديثي مالن بالي رسو أخرنا مركا مارت حديثي با بحال لو يقانو ما عرقتي سكوربيان دمانتي الماهي رنجريس وكوالا دمانتي واتغان سكوربيان بحال لو يقان أما هدي كالا سو مالا وحيد دهان ما عرقتي هنقر الله ميدام حيدان سو مهان وارنا غرب حكا مقا أكل واجرا وحاك لو لو يقانا عربيقا أقرب كلمة داس با عربيقا لو يقانا أسنا كيبا مرض وقلالي مركا شيخي إمام مالك aad bu unay waaqinina imaamkan nuux sabas u fadhi adabti fadhiga oo kiifidi maartay ilaa markii quraan iyo ahadiis iyo muhaadara iyo khayraat la tagay qofkas qofkas roobon fadhi somogade qofkas markii guriga joogta saar u fadhi soode lugaha fadhi dhabar dhabar u jeedso madaxku isaga ku taala laakiin markay meel diin tahay adab loo fadhi saajir kiifidi tahiyata ma tahiyata kiifidi loo fadhiista hadii loo waayo qaabka kale oo ma art lugaha si tartiiba ilaa qof muumina qof ka sharaf badan qof ka akhyaarsan qof ka cilmi badan qof inta salaad qof rasuulullaah isku dhaqarsoon yahay marka waxa la raba xoga marka imaamkii fadhigi oo u fadhiyeen hal mar mar kamada ma dhaqmo nuxsana liir oo adkaystay ba halkii waa ka dhirgay mar allaale markii barnaamij program ka dhamaaday oo casharkii u dhameeyay ba la weydiiyey imaam maaligo maxaa dhacay ba liir ku kalifay in ma aragtay ba halkan aha ma aragtay inta ku cunayay marna arag iska qaban oo adan nuxsana maxaa keenay wuxuu yiri ijlaalan li hadithi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam marka rasuulka sallallaahu alayhi wasallam weynaantiis ahlu fadliga aktood halkaas oo kamaraayay qofkii muumina midba marka ma aratay intiira oo liimid oo ku liibanaya mid aan ku liibanayne maxay leey qoomkan oo fadliga iyo khayraadka isku yimid dhaxdooda mid ka yimid hatta iska soo arag u yimid بل ورك أو غرفات كمش لغاية سكسو دويسة تادو إيمت والليبانة وحوكو الليبانة يا حديثة وحوها هم قوم الله يشقى جليسهم ذاتك مؤمنين تخيرات كاسو إمادو أو مارتي حديث واحد المدينة ليتني كنت عنيسا لا يرى إله المدينة صلي يا ربي وصلي لنبي من في المدينة ليتني كنت عنيسا لا يرى إله المدينة صلي يا ربي وصلي لنبي من في المدينة ليتني كنت بعيرا يرحل ناس المدينة صلي يا ربي وسلم
للنبي محبي المدينة ليتني كنت ترابا حلها أحلى المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي محبي المدينة ليتني كنت ثمارا يجتني من في المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي محبي المدينة ليتني كنت ثمارا يجتني من في المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة ليتني كنت جليسا تحت رولاتي المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة ليتني كنت حماما تتغنى في المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة ليتني كنت قديما قديما خبر المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة ليتني كنت دواما دائما تلك المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة ليتني كنت زيارة زائرة تلك المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة ليتني كنت شرابا زنجبيلا في المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة صلوات الله تغشى مصطفى من في المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة وعلى أهلي وأهلي وعلى أهل المدينة صلي يا ربي وسلم للنبي من في المدينة صلي يا ربي وسلم لنبي من في المدينة صلي يا ربي وسلم لنبي من اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهجم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجل خلله جهنم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد أنتم عنظام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا دجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد يا الرسول المقدم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كيه نعم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أجر شفاعة من محمد لو كنت أرتكب محرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من جا ومن جاونا محمد يوم الحوان به تحشى يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاز به محمد والحق بينا وإن تكلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. يا ربي صل على محمد وسلم. والجند حين خزا محمد منهم ملائكة تسوام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطنه تهدم. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل كله بيه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله وسلم عليه. الجنة والنعيم أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله وسلم عليه. أبتدئ الإملاء باسم ذات العليا مستدرا فيض البركات على ما نال وأولى. وأثني بحمد موارده زمارده زائغة نارية ممتضية من الشكر الجميل مضايا. صلى الله وسلم. أصلي وأسلم على النور الموصوف بتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبا. أزدمنع الله تعالى رضوانا يقص عذرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا. واستجدوا بهداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظ من الغواية في خضط الخطأ وغضاء. وانشروا من قصة مولد النبوي برودا إحسانا عبقرية ناظمة من النسب الشريف عقدا تهل المسامع بحلا. صلى الله وسلم. واستعينوا بحول الله تعالى وقوته الغوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. حضر الله ما قبله الكريم وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله وسلم عليه سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم عليه. واسمه شيبة الحمد حمد غساله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينتمى له ابن عبد خاول العليا. صلى الله وسلم عليه. ابن حسين واسمه مجمع سمي بغسيل التقاسية في بلاد القضاعة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما. صلى الله وسلم عليه. ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن الأي ابن غالب ابن فير واسمه قريش وإليه تنصب البطون إلى قريشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. صلى الله وسلم عليه. ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من هد البدن إلى الرحاب الحرامية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. صلى الله وسلم عليه. ابن ملزار بن معاذ بن عدنان وهذا سلك النظمة فرائد بنان السنة السنية
ورفع إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه شارع وابا صلى الله وسلم عنا بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته من ثم ومنتهى صلى الله وسلم عليه تألقت كواكبه الذرية وكيف الله وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وكتفع المنتهى عطل الله اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم الصبن تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء وحبذا عقد سودد وفخار انت فيه اليتيمه الاسماء الله وسلم عليه من عقد واكرم به من نسب داره الله تعالى من سفاح الجاهليه ورد نزل العراقي وفي مورد الهري ورواس الله حافظ إله كرامة لمحمد يا رب صل على النبي محمد وغمجد سوم لاسمه يا رب صل على النبي محمد تركوا سفاح فلا نسر معاره يا رب صل على النبي محمد من دم وإلى أبيه وأمه يا رب صل على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد بسل على النبي محمد صلى نور النبوت في أسارير قرارهم البيا وبدر بدره في جدي عبد المطلب وابنه عبد الله عطل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم سلم وسلم على سيدك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى صلى الله وسلم عليه مقرة من صدفة آمنة الزهرية وخصها الغريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله وسلم عليه السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب النسيم سبا صلى الله وسلم عليه ذول جدبها من النبات حللا سندسية ونعت الثمار والنشجر للجاني جنا صلى الله وسلم عليه ونغطي حملها كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخصت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلى الله وسلم عليه تباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتصت العوالم من سرور كأسى حمية صلى الله وسلم عليه وسلت الجن بألا لسمني وانتاكت الكهانة ورهبت الرهبانية والهجة بخبري كل حبر خبير وفي حلا حسني صلى الله وسلم موتي ضمه في المنام فقير لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية ميلا وضعت محمد لأن تكون أمة ربا عطل اللهم خبره الكريم بعرفكم يا شهد نسورة بعد اللهم سلم وسلم على وبارك عليه
وفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله صلى الله وسلم عليه. وكان قد اجتاز بأقوال بني عبد من الطائفة النجارية ومكث في مشارا سقيما يعانون سقمه وشكوى صلى الله وسلم عليه. ولما تم من حملي على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى صلى الله وسلم عليه. حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحذيرة القدسية فأخذها المقاذ فردته صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له السنة على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. يا النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إيسر وغالب، أنت مصباح صدوري. يا النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الغافي غيني، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأت وجهك يا سعد، يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد، ولدنا يوم النشور. يا النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات. ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات.
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك وسلم وزد وبارك لي صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى كل مناسبة أن أهل مين عن كهلا أما محاضرة مذاكرة كسجوديو، لكن عطسك شرفت يا علماء دمان أنا حرم يكو خصبنا. أن كل مناسبة أن عاو أجوغنو والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مناسبة خصوصي سويان قف كين يركش شيغا كين بدن كش شيغا كل قد وحكاقا وقادنا يان كفر حد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يجريتان كن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفر حد وكفر حاية إن إلهي ودورتي إنو النقضة أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمدنا من الشيخ وكور رمي هذه الرواية إلهي سبحانه وتعالى وصفوين كوناك سنسيي وكنتم ما كنتم خير أمة أخرجت للناس علماء دهن ما دام إلهي سبحانه وتعالى والنبي يذمتك أفضل لقبضنا وكري النبي أنه أننا كنا أكرم الأمم ومدى مده أخير بدنا إلهي وصاري وفرحة وين والنعمة إلهي سبحانه وتعالى ونسيي نعمة إلهي نسينا نكوك شكرنا فرحة إنا نكوك شكرنا إنا إلهي سبحانه وتعالى نسي النبي قاس أنه كشكرنا ووح واجب نقو أويا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي أنه كان دحال كيسانه هاي سنو أولا كان دحال هاي إسلام نمدا يدين تي حق أيه هاي حوالا لغا مصور دحالينين وحكالو لغا صور دحالي وصدنا هم مجرينين إلا كلام كلاي سبحانه وتعالى يدين تي إسلام كوداس حقا مياني مدى سيا مركو حلو بايا قفو الباء إنه وضد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر لها وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وقاح إنه قعد كشته أو أدر قاتو لبكا يدعية دا يرفاتك يوحم يربك دعية النبي محمد عليه الصلاة والسلام يصحابه وحيصومر وقت أي الله يصدح يأفر عين كتب سير مركل الآخرين إلى أركها يو صحابي دنو له وقت وحان ولا أن ثلث الإسلام ها 30% of الإسلام كان يرها وجمين الصدح كليت يلا بكلي يا سجاها يا سجاها وحابة صدح مهلاً مهل برشر كي أي كجرتي عرايس كي أي كجرتي وقفل بوقياس كريها الدنا الدال كودي يا أتكيس كودي يا كل الرجال شيء حقه وحيسو جارسي إسلام كي إنه نقضه ليش أسر رئيسي ونقضه يسو جارسية النجا ما دام إنه هاي مركز دكتي دحلي ورثة الأنبياء علماء أيهين يقف كيستو امدنا محمد بايت حقي دتك اسلامنا ودي كسو دخلنا محمد عليه الصلاه والسلام سيده الشيخ قد ومحاضرته سي او اي كوسابسنيد انانو كدخلنا وي ادكيسغي ان في فرعونه النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام صحابتي كو ادكان شاه حق قف كادي واخ كاستا اي دحيان او حق كو ادكيستو وسن قفنا كورا لي غلينن وحان قف كان ما جعل يا وحان او الله سبحانه وتعالى او كورا لي غليو انو حقي سو قاتو مناسبة دان عاوة ونجوغنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام خصيصة وحيالها دالية وضدكو ناي كمرقا تكعيان محبة النبي عليه الصلاة والسلام وحاد كود دريمي كرتا انت هاد هل كان جوغتي قفك استادا دادكو وجي سفير سيد قفل بوحا كم وغد خشوع قفل با every 5 seconds نبي محمد عليه الصلاة والسلام بكو صليا دكتي سوحا كود عاية سيرد النبي عليه الصلاة والسلام لو قدو دون تهاتا مصومال هاتا من انجليسة هاتا همجي صورنا برنامج كل جيسان يروح خصوصاً النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومهم أنت وناكسن أمرك وقت يقدم الله في سنة كإلى سنة كهرة. ويوقف عنا أضغبطي. يساعدي يوقف عنا ما توني من يوقف عنا آخر كبرنا. يوقت يعني عكرتها. توني من ذا كلية أدمير أفردي. إن هذا جيسيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن تعرضنا إمارة الصحابة. مرك قارك تعالوا نؤمن بالله ساعب ورجلا. سكاي كنا إلهي سبحانه وتعالى ساعد الرومين. معنا ذم معنا أنت كإله كفرنا يا. لكن هو يساعد وخاص إسبيشال واه مركز إن قفكو كفكرو محايل هاي كسيي نعمد الهاي كسيي وناقل هاي كسيي
فدي أمر كعوان كم فدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كفر حد إلهي النسيان نعمداس أيام هذا إسكال سبحانه وتعالى النبي وحي عليه الصلاة والسلام قف هدو وناقيني سميه حديثك معاني سوها فكافئوه مركب وناقي يخير كنا محمد عليه الصلاة والسلام ونسوه قارسيه قفوا بيكتومي كرا مجره وهو حتى وقوب بدرانيه كرا وقوب بيكتومي قف كي 8 دولار كسيه 8 دولار أسيسيد وحسي ماره توا وبيكتومي قفوا بيكتومي كنا محمد عليه الصلاة والسلام يوحي ونسوه قارسي إيمان كي دين تمجرت مع مركب أنه بيكتومي إنه محمد عليه الصلاة والسلام أنه صلي جي سبادنه أنه وضي سير عن تاسي وحن غنسا وضد أوجده وأنا سكوت ذيك أنا نعم عليه سادة والسلام وسيلة ديس وعمرك فرحدة إن أنت نذان وأنا أوضح النبي يا أنت إن شاء الله تعالى سو جاري ويدي يا أنت كفر حسن بق ذا بيجا أهل السنة والجماعة أو كسب سنة سود وين النبي عليه سادة والسلام إس حاسوسته ريفايفل كان لقصة بينه وبصيرة النبي عليه سادة والسلام إن أنت ما منتي ونحسن عرورته يدك كان لقو ما رتا ونقليه هو عاد وخير بدن إن شاء الله تعالى تقرأ لهذا أنا مناسبة ده مالد حان كغا سو دحاي مالد حان كغا سو دحاي مرك ان شاء الله تعالى وحن رجينا علماء ما ركت اي فاهم بدن او ونغس اي نغ سين دونان سنوين كسو سقدن الله سبحانه وتعالى وحن كبرينا كو ما ركت ايو انتن كخوق بدن او ما ركت كسي ما ركت ونغسن او ميل عروت كو اجي كيد غريان وح كو بران او مدارس اي مساجد بلا او خير كان الا لوغما سو غارين سي ايزي مرك تاريخ فيرسيد قفل بين مارته وقتي سوح كسو غويه وانفعو اي واخ كنقنيا مرك ان شاء الله تعالى كوي مارته انتن كسي ديري الله سبحانه وتعالى نغ دغه خير بدنا وافجيو ان مناسبه ان شاء الله تعالى ونو سونهيسا صلاه وتسليم وازكى تحيات على خير خلق الله والال اجمعين صلاه وتسليم وازكى تحيات على خير خلق الله والال اجمعين صلاه وتسليم وازكى تحيات على خير خلق الله والال اجمعين الله يا رسول الله هو النعمة الكبرى هو الرحمة التي تجلى بها الرحمن صلاة وتسليم وزكاة تحية على خير خلق الله والآل أجمعين وزكاة تحية على خير صلاة وتسليم وزكاة تحية على خير خلق الله والآل أجمعين وتسليم وزكاة تحية على خير خلق الله بشير نذير ذو بهائم مخصص بسر شريف لله مدعي صلاة وتسليم وزكاة تحية على خير خلق الله محمد الهدي لا خير منهج سراج الهدى معه بالنور مشعشع صلاة وتسليم وزكاة تحية على خير خلق النور وتلوذغى تمسى خلق وقل يا طبيبي داوي قلبي وادعي صلاة وتسليم وزكاة تحية على خير خلق الله ونادى منادي الحب حيا على الفلاح حكم مجيب بصدق وارعي صلاة وتسليم وزكاة تحية على خير خلق الله مربوط على كل مسلم بها منور
الإيمان إلهي فهي أفضل ما هي صلاة والتسليم وزكاة تحياتي على خير خلق محبته تعظم حبا مهابة وتزيل على المقام ومرتعي صلاة وتسليم وأزكى التحية وكلت عقول الخلق عن فهم شأنه وكلت عقول الخلق عن فهم شأنه وأفهم معنى اللفظ كل مدعي صلاة وتسليم وأزكى التحية على غير خلق الله وعلى زرت مولانا الحبيب المكرم تمرغ بترب في مصلى واركعي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على غير خلق الله ولا إلى جائم الخلائق كلهم إذا ما دعا داعي بصوت مزعزع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على غير خلق الله ولا آل وفي ذكره روح والريحان عاشق أرحنا به أحدي العيس الأعلعي اللهم صل وفي ذكره روح والريحان عاشق أرحنا به أحدي العيس الأعلعي اللهم صل وسلم إذا زرت مولانا الحبيب المكرم تمرغ بترب في مصلى واركعي اللهم صل وسلم وميلاده عيد لنا وهو ذكرنا يجدد شوق الوالي متضلع اللهم صل وسلم عليه وكلت عقول الخلق عن فهم شأنه وأفهم معنى لفظه كل مدعي اللهم صل وسلم عليه أغثنا أغثنا يا شفاء قلوبنا واغفرني يحول ما سوى الله وادفعي اللهم صل وسلم حبيب الله قوت قلوبنا وفيه شفاء قلبي وفيه تمتعي اللهم صل وسلم وريح رسول الله قد فاق جنته وعرشا وكرسيا كذا كل موضعي اللهم صل وسلم لما ما قضى عمري ونفسي توافتي فكل إلى قبر الحبيب مشيعي اللهم صل وسلم عليه ولولاهما كان الخليل ويونس وآدم مع موسى وعيسى وتبعي اللهم صل وسلم عليه وسحبه أهل مجد ورفعة على يا رسول الله كن دائما معي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على خير خلق الله والأعوان أجمعين المرسلين على يا رسول الله لبيك داعيا وتسليم وأزكى تحياتي على خير خلق الله على خير خلق الله نبينا عليه الصلاة والسلام علم المحكمة أسيقوا سعد صلاة الظهر كذب القرح ذو كل شهي أسيقوا مكة دح سعد أيوه حو أركي ناك داءه دقوى يله مركز أي وحي سيدتي وح علس وحي أقاضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا إي ميشي دقنيد مركو جي ناتيا مركو حي كتري وحان كوغو أبال مريم أقان وحان كوغو أبال مريم أقان لكن سوحان كسينا وانو وحان كسي هذا مهايو لكن وانان كوغو درسنا مركاسو يرو وام حيوانا دا دي سينيسو مركاسي وحي تري مقالة دان مكة وحاجوغو نين محمد لدهاي أو ساحر أه هادو هرتا ذي مادو وح كلمة أها كدقيسن مركاسي وحو يري هادان كدوه أنيقا ومحمد محاد إليه لهد مركاسي وحي تري هداد تهي محمد وانكو رومين لها مركاسي وحي يري أنا محمد صلى الله عليه وسلم
مركز يحيتري أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر. نبيك مركي كتل مامتي مقالد وحاجوقن ساحر أه دقنك أقول لك مفيري دقنك أقول لك مفيري نبيك وحوأها دقن كيسة أما نحريس تيسة فيريا معلم مال محكم ده نبيك وحياة دق ما هن كبرنا هنا أخلاق يصير ذيس يا أخلاق ذيس والعفو وحقها ننعفيه عند المقدرة معلم مال محكم ده بعد فتح مكة قال ذي حميي وما قال ذي وجعلها كساري وأنت لبعت أجد أجيستي رسولك صلى الله عليه وسلم كدي لي أذير كيس حمزة وأد وجعلها نبيك كفار قريش مركو ويمد يوم فتح مكة هل سألوا ويديي وحير ما أنتم حد يقفل سنسان ما ترون أني فاعل بكم فيري مرك أخلاق ذي كتل مامين محيرين وحتى هي ولال وناكسن وهددكي حميي هدنا وحي كتل مامين وناك وحيرين وحتى هي ولال وناكسن وحان كافل سنين وناك أخ كريم وابن أخ كريم. سؤال عن إذن ويديو النبي عليه الصلاة والسلام أبود ميوسن أولهن مالنتاس إنو دمانتو ذقورت كجرو ميوسن أولهن أبود مالنتاس إلهي ووسي أبود مالنتاس لكن محو قو جوابي مركيرين وناغان كافلي سنينا محو يرين النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم وحي حمان لنو إلوهي مركاسو وحو يري اذهبوا فأنتم الطلقاء اسكتقوا يري هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام محبة إيو قلقعيل إنو قودرتيس أيو لإلمي نبي محبة إيو قلقعيل أنك إنو قودرتيس أيو لإلمي ما لما المحكم من ده نبي وقوي مركز صحابة وحيو يدين يا رسول الله محد لإلمي سي محد لأوي سي يا رسول الله مركز النبي صلى الله عليه وسلم حيري وحان أحيسي ولا لهي وحان أحيسي ولا لهي صحابتي وحيرين أولسنا إخوانك يا رسول الله ميانا أنا جاهن ولا لها يا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ميانا أنا جاهن ولا لها يا رسول الله مركز رسولك صلى الله عليه وسلم حيري لا إذن كمتهن ولا لهي بل أنتم أصحابي إذن كوحاتهن أصحابتي ذي ولا لهي واكوي إرميي إيقونن إأركن واكوي إرميي إيقونن إأركن من هم إخوان رسول الله وأنغ أنغ رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنغونن أركن أنغونن أركن كواس وإخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبذ أنغ إنو قبي ما جعلكو أنا إنو قوة حاكم يده رسولك صلى الله عليه وسلم ما لما المحكم يده أسيقو فرحسن وحا أتمد أمنا عائشة رضي الله عنها أسيقو فرحسن أمنا عائشة رضي الله عنها آية أتمد مركز يحيتري يا رسول الله إدعي إدعي يا رسول الله مركز رسولك صلى الله عليه وسلم حيري اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت إله يعائشة الذنوب تيذ أداف وحي هور مرستي يحيد بوليغتي مركز عائشة رضي الله عنها ويد أول عدي سوى فرح ذي مركز النبي ويدي ما فرح ذي يري يا عائشة دعا ذنك ودعي ما تكو فرح ذي مركز يحيد يري ها يا رسول الله مركز يحيد يري دعا ذا سيوحان ودعي يا أمدي ذا صلاة كستان دكتو صلاة كستان دكتو أيان أمدي إذا أقود عيا دعا ذاسي الله أكبر فيري محبة إن قفي صلاة كستو أنا يوني دعين جري أمدي سا إلهي محو إن قلت المامي أمد نبي محمد إلهي محو قلت المامي تغانا كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس وحاد أهذين خير أمة وددك الأحدود لك الساري من هم أمة من هم هذه الأمة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه. مركي نبيك وحو أستامه إنو بلو جعال كاسا كميده نبيك صحابة الأحدود حتى مركو كونو لها درينك فوضا وإحترامي جري. ليلة الإسراء والمعراج هبين هبين هذا كميده نبيكين وحلو ديلمية جنة ده. جنة ديو قلي مركاسو وحو أركي جنة ده الأحدود قصر لقد لسي بلوكيتي قصر كاس وحالك ليس ذهب إيه فضة. مركو النبي جينا أركي مركز وحوي ديجي وحو أركي ناق هرتيد كويسي سنيس وقصر كورتيس مركز وحوي دي قصر كان يا إسكله مركز وحوي كتري قصر كان وحا إسكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلهي قصر كان سان أقرح ذبذا وحو دياري عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مركز النبي وحو دمعي إنه قصر كاس قلو أو أركو وحقوده سكجرو مركز وحو سو حسوستي إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو يهي قف مسير لوه أسيقو إنه قلو وحو حسوستي عمر بن الخطاب إنه يهي قف مسير لوه محو يرمرك مقلين وكسو نقضي قصر كي مقلين واسكدائي نبي مركو دوني ذي يمت عمر بن الخطاب وحو أشيق حالي وحالي جي جنة ذا وحان سو أركي قصر ساس إساس أه وحان دمعي أما وحان جعلستي إن أنقلو هدنا وحان حسوستي يا عمر إنا تهقف مسير له أهما قيلي سو احترامي في درينك نبي جان سيدو احترامي درينك عمر بن الخطاب في ريا مركاس عمر بن الخطاب حويري أو منك أغار يا رسول الله أو منك أغار يا رسول الله رسولك إله يوقفك لأن كمسيره أذيك من كمسيره يا رسول الله أو منك أغار يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه. رسولك هو أبو إنه قالوا أشيق عمر بن الخطاب لكن سوح احترام درينكيس نبي جنو حيري نبي كستو إلهي هل دعو سيئو كأقبلاي نبي كستنا دعادي سوهر مرسدي إلا أني دعادي إذا الدبان أول اكتمال انت قيام إلا أني دعادي إذا الدبان أقول اكتمال انت قيام سببته أقول اكت أو دب أقول اكتمال تقانان سنو إنه أقول شفيع عدي ذو يروحا هلا يقف كستو أمدي إذا كمد أه أو يري لا إله إلا الله قف كستو يري لا إله إلا الله محمد رسول الله وحو هلا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي وحو دب أقول اكت شفيع عدي سنو إنه أقول شفيع. هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحيابه كتلنجر وحكم الإحاد إنه نمي ذاي أولا لإنا قدقو إنه نمي ذاي أولا لإنا قدقو مركو مدينة يمد نبينا عليه الصلاة والسلام فعلكو أغهري أو سمي متقانان فعلكو أغهري أو سمي نبينا متقانان آخى بين المهاجرين والأنصار مهاجرين تي أنصار ويوكا إيجي ولالا ولالا اسكو جعل إلهي درتيس كوي اسكو جعل هذا إلهي درتيسنه وحي هلايان هرك إلهي تبارك وتعالى يوم القيامة إلهي ما لنت قيام حولها أين المتحابين بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي آوي كوي اسكو جعل درتيس ما أنت أيان جلين يا هركي مالين أي سنجرين هر إلا هرك أن بحي أوسنه اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يا هلاي كوي إسكوج على إلهي درتيس إلهي قرآن كوي حوكيري الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كو كستو صاحبها مالن وحي اسكو نقونايان عدو الا كوي الهي كدورسدي الا كوي الهي درتيس اسكو جعلاده يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا كوي الهي كدورسدي كواس مخي اسكو جعلادين الهي درتيس حديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم حويري سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تضبط أسيا كمد أها لبقف إلهي درتيس اسكو جعل هذا ورجلان تحابا في الله
اجتمع عليه وتفرق عليه. لا بقف وحكى لسكم جعلانين دون كما دحيو وحكى لكما دحيو بل وحي اسكو جعلانين محبة الله إله درتي اسكو جعلانين. نبي قال إنه مرك فعلك وجهري أسمي وحوها إنه دتك كبر محبة داس إجل جعل كاس سدى إسكو جعل أذان إلى هيدرتيس. مهاجرين أنصار لا وقبيلك لا هاين وحق نعسك ما دم دحين إن وقت كاس هدنا محي إسكو جعل أذان إلى هيدرتيس. نبي قال إن أخلاق ذي سحاكم دهد إنه عفي دتك حدان دتك عافينا أما دحذين حتى نسعى فينا إلهي أيا إنا جعلانا ما هنقف كلا بل إلهي تبارك وتعالى أيا إنا جعلانا. إن شاء الله قصة ذانا كوكب قبينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك بين أبوركي لقى بين أبوري هو يذن عائشة رضي الله عنها هذا لذاس وحاكو هذا لي هذا لذاس وحاكو هذا لي نين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو بيل سينجري أو نفق سينجري نينك أصلا نينك لما هنا وحوقها قرابه وحوقها أبو بكر الصديق وحنا لديه جري مصطح مصطح هذا الكيفوش حما يكو هذا لي أسيقو أقا في هوا يدين عائشة رضي الله عنها هبدا عذي أبو بكر الصديق مركو إلهي آيات كي أوسودجي أو هوا يدين بري كقال إقاي أبو بكر الصديق وعروذي وحو عروذي قبديسي مركز وحو يري نينكا مصطح لدها يوما انت وحي كدن بي وحان سينا يمجرتو او اكا قوصنا نفقدا سين جري مركز إلهي وحو سودة جيي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمدينة نور المكة والمدينة نور المكة والمدينة نور المكة والمدينة دغي او لا صدري وحريو دبي او نور المكة والمدينة نور المكة والمدينة دغي او لا صدري وحريو دبي او نور المكة والمدينة والمدينة تطمنا تشو قلب الدير شو قيسي قدوبي كفارتو نور المكة والمدينة نور المكة والمدينة نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة نبي صدق أول صدري وحري ودمبي ونور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة دتوانا شو قلب دير شو قيسي تو ويكو فرت ونور المكة والمدينة نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة داي ودها رسوله تاودي ابن سيو نور المكة والمدينة يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور مكة والمدينة داي ودها رسوله تاودي ابن سيو نور المكة والمدينة يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور مكة والمدينة يا حبيبي
حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين نور المكة والمدينة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور نور المكة والمدينة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة. أنت إكسير وغالب أنت مصباح صدور نور المكة والمدينة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة. أنت إكسير وغالب أنت مصباح صدور نور المكة والمدينة. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور المكة والمدينة. نور المكة والمدينة والمدينة نبي محمد والمدينة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkeena ee codka jaaliyada Kanada oo toddobaad kale aynu ku soo qaadanay ixtifaal loo sameeyay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa Allah yeelay oo lagu qabtay magaalada Toronto ayna soo abaabuleen jaaliyada Soomaaliyeed ee Barawe ee ku dhaqan magaalada Toronto. inta barnaamijkeena codka jaaliyada kan xiga aynu ku kulmi doono aniga Muhammad Jaamac nabadgelyo.